السلام عليكم وأزول في اللون وجمعة مباركة مقبولة إن شاء الله. نعود بكم اليوم إلى ملعب تيزي وزو حيث أنه فيه بعض الأشغال جديدة، منها أولا عملية وضع دكة البدلاء على الملعب، تركيب إذا الكراسي نتاع لي رومبلاسون. فيه عملية ثانية هي عملية ترقيم المدرجات، هذه بور لورغانيزاسيون تاع لا بياتري، تكون فيه ان شاء الله. هذا هو لازم ندخلوا في الامور هذه مستقبلا، لازم تكون فيه تنظيم نتاع المدرجات، تولي لو نيميرو تاع لا شيز، الكرسي الرقم نتاعو يكون في البي اللي يقتنيه المتفرج، باش تتنظم العمليه تاع الامتلاء تاع الملاعب بالمشجعين. هذه عمليه مليحه تاع الترقيم تاع الكراسي. العمليه الثالثه اللي راهي قيد صايره هي اتمام كل المحيط تاع الملعب و طلاؤه بالاخضر، باش ما تبقاش المساحات السوداء هذيك تاع الكودرون. وهذه هي هذا هو الاشغال راهي سايره بطريقه طبيعيه، وان شاء الله الملعب هذا يكتمل ويكون واحد من الملاعب نتاع الشان نتاع الكان، واحد الملاعب تاع تاع الملف تاع الترشيح للكان ان شاء الله، لانه ملعب كبير ويشبع جميل جدا، وهو نقطه ايجابيه اللي دعم الملف تاعنا. نخليكم تعاودوا تشوفوا الصورة هذه بالكامل بدون تصويرتي بدون تعليق، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.